السلام عليكم الاصدقاء. الدخول المدرسي بدا واليوم كاين اكثر من 7 مليون تلميذ في المغرب. اليوم كلشي باغي يقري ولادو وباغي يوصلوا لواحد النتيجه اللي هي ايجابيه. طبعا ولا الثقافه ديال التعليم والتعلم مساله مستشريه داخل المجتمع، وهذا الامر زوين بزاف، لكن المشكله هو في الطريقه ديال التعليم. مازال الناس تعتقدوا بعض الاحيان، بعض المدرسين وبعض الاحيان حتى اولياء الامور، ان القرايه تعتمد على الحفظ ديال المعلومات، وان التلميذ يقرا مجموعه ديال الافكار ويحفظهم ويراجعهم باش يجيبوا على النقطه. نقدر نقول لك بان 12 سنه ديال القرايه اللي غيقراها الدري من الابتدائي والاعدادي والثانوي، اهم حاجه فيها هي يتعلم مجموعه ديال المهارات. طبعا كاين مجموعه ديال المهارات، مهارات لغويه بالدرجه الاولى، اللغه العربيه واللغه الاجنبيه، اضافه الى مهارات ديال السكيلر، ديال كيفاش يقدر يحل واحد المشاكل، كيفاش يحل واحد الوضعيات. طبعا هذه من اهم المهارات اللي خص التلاميذ يعتمد عليها، وهاد المهارات باش يكتسبها اي تلميذ خص في النظام التعليمي ديالنا وفي النظام الاسري ديالنا نعززوا ثقافه ديال التعلم والدرج. علاش؟ لان المعلومه ولات متاحه في اي مكان اليوم، انه من خلال الانترنت ولا كل شيء متاح في الانترنت. لكن اهم حاجه خص يديرها اي تلميذ او اي واحد تيبحث هو كيفاش يلقى المعلومه الصحيحه ويوظفها في المكان الصحيح. اول حاجه نديرو باش نساعد التلاميذ انهم يحبوا القرايه، انهم يبحثوا على طموحات وعلى افكار وعلى اهداف ديالهم الخاصه. لانه التلميذ اذا ما شافش راسو في واحد الحاجه، واحد البروجي اللي غيستمر فيه واللي غادي يوصل له في المستقبل، راه ما غاديش يبغى يقرا. اذا القرايه خصنا نربطوها بلي زوبجيكتيف، ان هاد التلميذ غادي يقرا باش يوصل لواحد الهدف. وطبعا هادشي كامل لان سوق الشغل كيتطلب مجموعه ديال المهارات الشديده مختلفه على المهارات اللي كانت سابقا، مثل المهارات ديال توظيف الانترنت، مثل المهارات ديال البرمجيات، مثل المهارات ديال التواصل وغيرها من الاشياء المهمه في النجاح ديال سوق الشغل. من هذا المنطلق تيبان بانه كل اب وكل ام باغي يقري ولادو وباغي يخليهم ينجحوا، اول حاجه خصو يديرها يزرع في ولدو حب التعلم الذاتي، لان التعلم الذاتي الا قدرنا اننا نكتسبه كمهاره غادي يولي التلميذ ما تقولوش انت ستقرا، بالعكس غادي يكون هو عارف شنو باغي وكيفاش يوصل. وهذا الكلام تتعززو مجموعه ديال الدراسات اللي تقول بانه المتعلمين اللي تيكون عندهم اهداف واضحه وتيكون عندهم تصورات واضحه على شنو باغيين يديروا في المستقبل ديالهم، تيكون اكثر تحفيزا للتعلم وتيكونوا قادرين يواكبوا المدرسه ويواكبوا التغيرات ديالها. فلهذا اول حاجه خصنا نديروها نشجعوا التلاميذ على انهم يحددوا الاهداف والطموحات ديالهم، وان التعليم ما يكونش مصدر ديال التعاسه، ما يكونش مصدر ديال الحزن ومصدر القلق، بالعكس انه المرحله ديال التعلم انه ملي غيشد كتاب يقرا كيفاش يحس بالمتعه والسعاده، لانه الانسان تيكون مستمتع. تنعرفوا هذه القضيه في علم النفس بانه الافراز ديال الهرمونات ديال الدوبامين والسيروتونين تتساعد في الاكتيفاسيون ديال الخليه العصبيه اللي تخلي التلاميذ او اي انسان يركز على واحد المعلومه. اذا اصدقاء الدخول المدرسي بدا، نتمنى انه كل شيء يمشي مزيان، وان التلاميذ يحصلوا على النقاط مزيانه، وانهم يتعلموا مهارات جديده في الدرجه الاولى باش يوصلوا الاهداف ديالهم. وتبارك الله عليكم.